إلزام أصحاب الملبنات إدماج حليب المربيين بحوالي 10% مع تخفيض كمية بودرة الحليب وفرض دفتر شروط جديد على مستوردي هذه المادة، والبداية ستكون بغربلة طلبات الاستيراد وتقليص نسبة استيراد البودرة إلى جانب شروع الملبنات العمومية في امتصاص الحليب الطازج المحلي. خلفية القرار تعود إلى شكاوي المربيين حول تفضيل المحولين البودرة على حليب البقر المحلي إلى جانب مبلغ فاتورة الاستيراد التي جاوزت المليار دولار سنويا حسب تأكيد ممثلي اتحاد الفلاحين. نعم، راسلت وزير الفلاحة عن طريق سؤال حول إعادة النظر في شروط استيراد بودرة الحليب، وين كشفنا في رده اللي كان بالنسبة لي إيجابي، كشف عن إعداد دفتر شروط جديد يحدد كيفية استيراد بودرة الحليب المجفف عبر اعتماد نظام جديد يهدف إلى ضبط السوق الوطنية للحليب، ويحد من اعتماد هذه المادة على حساب المنتج المحلي، وأكد أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وغربلة طلبات الاستيراد لتنصبت يعني مباشرة بعد طرح السؤال، تنصبت في شهر مارس، أنها ستباشر مهامها بداية من شهر أجواء المقبل. المهنيون يطالبون الوزارة الوصية برفع نسبة إدماج الحليب إلى 50% والإسراع في صب منح الدعم. إلى متى وإحنا نتبعوا في هذا البودرة هذه؟ لازم علينا درك نستعمل حليبنا محلي طبيعي خالي من كل العيوب، ولذا اليوم محكوم على الملبنات بصفة عامة سواء كانت عمومية أو خاصة، لازم ترجع للحليب المحلي والطازج نستعملوه وندمجوه ويصب حليب بمعنى الكلمة، وإن شاء الله قضية سعر اليوم وزارة راها تدرس قضية سعر حتى يكون في متناول الجميع إن شاء الله، ونتخلص من استيراد هذه الغبرة هذه اللي هي اليوم صبحت أكثر من مليار دولار في العام. من غير المعقول أن تواصل البلاد في استنزاف العملة الصعبة لدعم المنتج الأجنبي، الأولوية للحليب المحلي، والمطلوب الإسراع في تطوير الشعبة. من جهة أخرى، المربون مطالبون بالحرص على احترام معايير الجودة والنظافة وشروط الحفظ.